يوماً. يخليك تكمل لحد هناك. هنكمل. هنكمل بس مش هروح ليك. لأن لو دخلنا ليك هيكون كل الطرق متغطية بثلج وإحنا مش هنعرف إن احنا نكمل. هنكمل على ليك. أنت أول ما توصلي لينا الحرارة هتوصل تاني فوق 70. هنا هنا في القمة 80 ده 8000 ريلو 4000 يعني هتنزلي نازلة جامدة لما تنزلي هتبقى بالظبط كأنك في سكرامنتو لا في سكرامنتو هتبقى بارد شوية عشان جاي في بعربية مبسوط
باجي فيه بالتروك كارت بتاعت استرسل في خط فيه
شيك يسموها موت شيك بتاعت السكيب زون بتاعت البلدية الحكومة لما تبعتي ناس يشتغلوا في الدماغ دي وينزل عليه الدم البتاع ده بيخش فيها ممكن عشان ما يموتش يستوروا بالله في حاجات لا في حاجات طوارئ لو في حد مثلا اتجرح اتكسر مات على فوق الجبل دي بتعتبر زي ما مراكز عمليه مركزه بسيطه يسموها ايه؟ فيلد زي فيلد يونت او عمليه مترقبه تحط فيها الالات كسر الدم الحمام الادوات المضاده الطبيه الاكل الجاكيتات البطاريات كده اسود معناه ان ده ثلج قديم قديم يعني مفيش نزل لسه جديد والثلج اللي انت شايفاه في الجو ده مش نازل من السماء ده طاير عشان الريح اللي كان موجود اول امبارح في سان فرانسيسكو الريح ده بياخد مسافات كبيره فالريح طاير الثلج طيره خده من على المناطق اللي قاعد فيها ورشه على كل حاجه يعني لو طلعت فوق بطيارة مش هتلاقي تلج فوق بعد السحاب مش هتلاقي تلج نازل كده بس تلج مش هبقى نازل كده تلج ماشي بالعرض الريح بيه شفت الحمام بره يربط الهواء بيعمل مع اتنين هزاي الحمام كان بيخبط فيا في الصورة اللي شفتها الصورة اللي حطيتها على يوتيوب كانت الليمون واقف كده كله بقى يجي ويخبط فيا اداله فيا الريح احنا ما عندناهوش ده بيرد أكثر من كده تلج؟ لا، تلج حلو،
الطريق ده هيتغطى بالتلج كمان شويه. اول ما الشمس تنزل الطريق ده هيتغطى بالتلج، عشان كده بيرش. يعني الساعه 2 3 بالليل مش هيبقى مفيش حد هيعدي الا لما معايا سلاسل. Yeah, I'm a